مساله الخلق واحد النقاش على مستوى واحد هو التفويت. هذا العمليه هذه واش باقا من اختصاص المجلس الجماعي الى كانوا دابا قالوا التفويت راه واش سهو او اسقاط راه ما كاينش التفويت من اختصاصات الجماعه ما كاينش التفويت كاين الابتلاء وما كاينش التفويت وهذا راه خالق الحال اللي خاص مجموعه الجماعات اللي خاصنا حتى حنا نبادروا مراسله وزارة الداخليه اللي تسال على هذه النقطه. صحيح شكرا. شكرا سي عبد الله.